والابتلاء محك الرجال والدعاء، فمنهم من أقعده المرض، ومنهم من ظهرت عزيمته واستمر، منهم من أذابه المرض ولم يقعد عن الجهد، ومنهم من أقعده الفقر وهزمه، ومنهم من أذاب الفقر قلبه ولم يقعد، ومنهم من أقعدته المرأة والأولاد عن الجهد، ومنهم من استمر وجاهد، وغير ذلك من الابتلاءات. الداعي الذي يتحرك في الدعوة في المحن مقامه ليس كالذي يتحرك من وساع. قال الصحابة: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، ولولا الابتلاء ما ظهرت عزائم الرجال. ويجب العذر على المتحرك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشركوكم في الأجر منعهم العذر. وهذا ليس للعموم، خاصة من الذين يمنعهم العذر.